عايزه بس اقول كلمه صغيره، ان يا جماعه قبل ما نتفرج على الحاجه، قبل ما نعمل شير على السوشيال ميديا بتاعتنا، نفكر كويس قوي هو كام واحد مراهق او مراهقه هيتفرجوا على اللي انا حطيته دلوقتي حالا ده، وهيأثر فيهم ازاي، وهيكبروا وهيتعلموا ايه. يا ريت يا جماعه نميز قبل ما نتفرج او نعمل شير لاي حاجه، خصوصا في الحاجات اللي فيها بيت وفيها اسره وفيها اطفال.